متابعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. هل تعلم ما هي الفوائد العظيمة لتناول الكركديه؟ فوائد صحية لا تعد ولا تحصى. واحد من المشروبات المشهورة في رمضان هو الكركديه. يمكنك استغلال فوائد الكركديه لصحتك في رمضان. يحتاج الصائم في شهر رمضان الكريم إلى شرب الكثير من السوائل لتعوض الماء الذي يفقده خلال فترة الصيام، خصوصا أن الطقس يكون حار في الكثير من البلدان خلال شهر رمضان الكريم. ومن أشهر المشروبات الرمضانية التي لها طعم ولون أحمر مميز وجذاب هو عصير الكركديه. كما يتميز الكركديه باحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الهامة للجسم. في هذا الموضوع سوف نعرض عليكم أهم فوائد عصير الكركديه للصائم خلال شهر رمضان الكريم. عصير الكركديه: يتميز عصير الكركديه بلونه الأحمر الجذاب، كما أن له طعم يشبه جدا طعم عصير التوت البري، وهو يكون له مذاق لاذع قليلا، لذلك يمكنك إضافة السكر أو عسل النحل إليه للتحلية. كما يفضل بعض الناس إضافة إليه بعض التوابل مثل القرفة والزنجبيل وجوزة الطيب. العناصر الغذائية التي توجد في الكركديه: يحتوي الكركديه على العديد من العناصر الغذائية والتي يرجع لها الفضل في فوائده الصحية العظيمة، والتي تشمل ما يلي: حمض الإسكوربيك أو فيتامين سي، جلوكسيدات، الأنثوسيانين، أكسلات الكالسيوم، مضادات الأكسدة. فوائد الكركديه في شهر رمضان: يساعد عصير الكركديه على تعويض الجسم من السوائل التي يفقدها خلال النهار ويمنع جفاف الجسم. ضبط ضغط الدم: وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2010 أن تناول الكركديه يساعد على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بشكل معتدل. تناول المشاركون في هذه الدراسة 3 حصص من 4 جرامات من الكركديه يوميا لمدة 6 أسابيع، وقد تم ملاحظة أن انخفض لديهم ضغط الدم بشكل كبير أكبر من أولئك الذين لم يشربون مشروب الكركديه. الكوليسترول: أظهرت العديد من الأبحاث والدراسات أن الكركديه لديه القدرة على خفض مستوى الكوليسترول السيء LDL وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد HDL، كما أنه يعمل على خفض الدهون الثلاثية، مما يجعله من المشروبات الرمضانية المفيدة لمرضى السكري ومرضى الأمراض القلبية الوعائية. فقدان الوزن: يساعد الكركديه على السيطرة على الوزن، حيث أثبتت إحدى الدراسات أن الكركديه يعمل على خفض مؤشر كتلة الجسم ووزن الجسم ودهون الجسم، حيث أنه قلل السعرات الحرارية، كما أنه يقلل من امتصاص النشا والجلوكوز. يعمل الكركديه على تثبيت إفراز إنزيم الأميليز الذي يساعد على امتصاص الكربوهيدرات والنشا، لذلك عند تناولك لعصير الكركديه فيقوم بمنع امتصاص الكربوهيدرات والنشا. خالي من الكافيين: يتميز الكركديه بأنه خالي من مركب الكافيين، وهو من المركبات التي تعمل على تنبيه الجهاز العصبي، ولكن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي خلال شهر رمضان يتسبب في العديد من الأثار السلبية مثل جفاف الجسم والأرق واضطرابات المعدة والجهاز الهضمي. حماية الكبد: يحتوي الكركديه على مركبات مضادة للأكسدة التي تساعد في حماية الكبد، كما أنها تعمل على حماية الجسم من الشوارد الحرة التي تزيد من عملية الأكسدة لخلايا الجسم، فيمنع أيضا الإصابة بالأمراض السرطانية. يحتوي على خصائص مضادة للسرطان: يحتوي الكركديه على حمض بروكواتشيك الذي يتميز بخصائصه المضادة للأورام ومضادة للأكسدة. أثبتت إحدى الدراسات أن الكركديه يبطئ من نمو الخلايا السرطانية. يحتوي الكركديه على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا. يحتوي الكركديه على كمية وفيرة من حمض الإسكوربيك المعروف أيضا بفيتامين سي، وهو من العناصر الغذائية الضرورية لزيادة نشاط الجهاز المناعي بالجسم. ومن المعروف أيضا أن الكركديه يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريا، لذلك فهو يحمي الجسم أيضا من نزلة البرد والإنفلونزا، كما أن له تأثير مبرد مما يجعله علاج طبيعي مفيد في حالات الحمى. يعمل كعمل مضاد للاكتئاب والقلق والتوتر العصبية. قد يزداد الشعور بالاكتئاب بعد يوم طويل من الصيام، ويعمل الكركديه على تحسين المزاج، حيث أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الفلافونويد التي تتميز بخصائصها المضادة للاكتئاب. فعصير الكركديه يقلل من القلق والاكتئاب، حيث أنه يقوم بخلق إحساس مريح للعقل والجسم. تحسين عملية الهضم: ينظم الكركديه حركة الأمعاء، حيث أنه يحتوي على الكثير من الألياف، لذلك فهو يمنع الإصابة بالإمساك أيضا، ويحسن من صحة الجهاز الهضمي، كما أنه يقلل الجسم من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. مدر طبيعي للبول: يقوم الكركديه بتبريد الجسم وزيادة إدرار البول
مما يساعد الجسم على التخلص من السموم والسوائل الزائدة، لذلك فهو مفيد في حالات مرضى الكلى ومرضى حصوة الكلى. الآثار الجانبية للكركديه: على الرغم من الفوائد الصحية العديدة للكركديه، ولكن يوجد بعض التحذيرات التي يجب أن تعرفها عند تناوله حتى لا تصاب بأي مضاعفات خطيرة على صحتك. ضغط الدم: يعمل الكركديه على خفض ضغط الدم، لذلك لا ينصح أن يتناوله الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، لأنه ممكن أن يؤدي إلى هبوط حاد في ضغط الدم، وقد يتسبب في الضعف والدوخة، كما أنه يمكن أن يؤثر على القلب والمخ عند حدوث انخفاض شديد بمستوى ضغط الدم. الحمل: لا ننصح بتناول السيدات الحوامل لمشروب الكركديه، حيث أنه يزيد من تدفق الدم في منطقة الحوض والرحم، مما قد يؤدي إلى حدوث إجهاض، كما يجب على الذين يخضعون لعلاج هرموني أو الذين يتناولون حبوب منع الحمل ألا يشربوا عصير الكركديه. سكر الدم: يجب على مرضى السكر توخي الحذر عند تناولهم لعصير الكركديه، لأنه يعمل على خفض مستوى السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى الهبوط. الرضاعة: ننصح بعدم تناول الأم المرضعة لعصير الكركديه، لأنه يتم إضراره مع حليب الثدي، وقد يضر بصحة الرضيع. التفاعلات الدوائية: أثبتت الأبحاث أن الكركديه يقلل من فعالية الدواء الكلوروكين، وهو علاج مخصص لعلاج الملاريا، كما أنه يتفاعل مع الباراسيتامول، علاج لخفض حرارة الجسم وتسكين الألم، كما أنه يجب الحذر عند تناوله مع أدوية خفض ضغط الدم وأدوية علاج مرضى السكرية. طريقة عمل مشروب الكركديه: قومي بنقع بعض من أوراق الكركديه الجافة في الماء، صف الكركديه من أي شوائب، يتم إضافة السكر حسب المذاق الذي ترغبه، يتم وضعه في الثلاجة، يقدم باردا. وننصحك بألا تقوم بتخزين عصير الكركديه المحضر أكثر من 24 ساعة حتى لا يحدث ترسيب لأملاح الأكسلات، مما يضر بالكلى ويكون الحصوة به. من الجدير بالذكر أيضا أنه من الممكن شرابه ساخن كالشاي عن طريق إضافته إلى الماء المغلي وتحليته بالسكر وشربه. أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات. فضلا إذا نال هذا الموضوع على إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بإذن الله تعالى.